بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا في البداية رحب بحضراتكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي. والنهاردة يمكن يعني المؤتمر لي يعني ظرف خاص أنا سعيد به، وهو وجود تواجد كوكبة كبيرة من رؤساء تحرير الصحف على مستوى الدولة المصرية. وده شيء يعني أنا بشكركم على وجودكم معنا. والنهاردة يمكن بصراحة يوم مهم جدا، علشان بنعرض النهاردة مجموعة جديدة من حزم تيسيرات وتسهيلات في مجال الضرائب، وده كان شيء احنا وعدنا بيه ان احنا هنعلنه في خلال شهر سبتمبر. لكن يمكن اسمحوا لي في بداية المؤتمر ان انا اوجه التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، واعاد الله علينا جميعا وعلى الامة الاسلامية كلها ومصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركة. الحقيقة يمكن الاسبوع اللي فات لم يتسنى لينا عمل مؤتمر صحفي كعادة المجلس، نظرا لان طبعا يعني كان في تواجد في دولة الصين نيابة عن فخامة الرئيس في المنتدى الصيني الأفريقي. ويمكن هتكلم على هذا المخرجات هذا المنتدى المهم جدا بعد قليل. ولكن طبعا برضو يعني بنتهز الفرصة ان انا اوجه التهنئة لأبطال وبطلات مصر في من ذوي الهمم اللي شرفوا مصر في دورة الألعاب البارالأولمبية في باريس، وحصدوا 7 ميداليات مختلفة ما بين ذهب وفضة وبرونزية. واسمحوا لي اننا بنيابة عن الشعب المصري كله ان احنا نشكرهم، لان هم رفعوا اسم مصر عاليا كعهدهم دايما في كل الدورات والبطولات، ودايما مزيد من التوفيق والنجاح لهم يا رب بإذن الله. الحقيقة يمكن هذا الاسبوع يعني الحقيقة بيوري مدى مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على المستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم. والحقيقة يمكن كان هذا الأسبوع طبعا هناك زيارة تاريخية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، وطبعا اللقاءات الثنائية اللي تمت مع الرئيس التركي، وأيضا الشيء المهم جدا 17 مذكرة تفاهم اللي تم توقيعها على هامش هذه الزيارة المهمة. وكلها الحقيقة مغطية عدد كبير جدا من المجالات، ولكن أنا هتوقف عند الحقيقة مذكرتي التفاهم اللي خاصة بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة أو في أكتوبر. ودول شيء مهم جدا، لأن إحنا حريصين كل الحرص على زي ما حضراتكم عارفين دعم قطاع الصناعة، وإزاي قطاع الصناعة إن شاء الله يقوم ويكون هو الرائد في عملية التنمية في خلال الفترة القادمة بإذن الله. المناطق دي الحقيقة من خلال الشركة التركية هتبقى بإذن الله يعني تخلق فرص عمل كبيرة جدا جدا، وإن شاء الله هتكون جزء من زيادة التبادل التجاري ما بيننا وما بين دولة تركيا في خلال الفترة الجاية. الحقيقة التبادل التجاري ما بين مصر وتركيا مهم جدا لنا ولتركيا أيضا، والميزة اللي فيه إن هو متوازن، يعني إحنا بنلاقيه 50% مصر و50% تركيا، فمصلحة الدولتين الحقيقة إن شاء الله هذا الحجم التبادل ينمو ويتضاعف في خلال هذه الفترة، وده التوجيه اللي من القيادة السياسية في البلدين، وإن شاء الله ده حيبقى من السهولة بمكان إن إحنا نترجمه إلى واقع بإذن الله في خلال الفترة القادمة. الشيء الآخر طبعا ويمكن أنا حابب أن أنا ألقي الضوء عليه، وهو يعني تشرفي بالتواجد في دولة الصين نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الصيني الأفريقي. والحقيقة يمكن هناك اهتمام شديد جدا، ويمكن أنا اتكلمت على هذا الموضوع، ولكن حابب أن أنا ألقي الضوء أن يعني هناك اهتمام شديد بقارة أفريقيا من كل الدول العالم المتقدم وأيضا الدول الناشئة، وعلى تأتي على رأسها طبعا عملاق الصين الكبير. وهناك يعني كان بيان ألقي من دولة الصين إنه من الرئيس الصيني إن بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات للقارة الأفريقية خلال 3 سنين القادمة، وهذا الحجم من الاستثمارات هيبقى في حدود 50 مليار دولار. وإحنا يمكن الحقيقة مصر من خلال العديد من التعاون
والشراكة مع دولة الصين. طبعا حضراتكم عارفين بقى ان 10 سنوات الحقيقة الشراكة ما بيننا على مستوى الشراكة الاستراتيجية، ولكن كان هدف، جزء من هدف الزيارة، ان يتم انهاء عدد كبير من العقود وامضاء يعني عقود الحقوق الانتفاع بالاراضي وانشاء المصانع من عدد كبير من الشركات الصينية. وده فعلا الحمد لله اللي تم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار استثمارات من الشركات الصينية، وفي قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية. يمكن 2 منهم بنتكلم فيهم على تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية اللي خاصة بالوحدات اللي توليد الطاقة الشمسية، وانتوا حضراتكم ده بيبقى بيتماشى تماما مع خطة الدولة ولغاية 2030 بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، وإن يبقى نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي حزمة الطاقة اللي بتنتجها مصر يبقى حوالي 42%. فده بيترجم، ده ترجمة حقيقية على الأرض لهذا الموضوع. بجانب العقدين دول اللي فعلا اتوقعوا وهيبدأوا التنفيذ، تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين على إن هم ييجوا ويزودوا إن شاء الله وينشئوا مصانع جديدة أيضا، علشان يبقى مش فقط لمصر ولكن كمان تخدم المنطقة بالكامل، ويبقى تستغل مصر كمركز لفعلا تصنيع هذه المنتجات وتصديرها للمنطقة كلها بالكامل. بالإضافة لده الحقيقة كان فيه هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جدا في قطاعات الكيماوية والأسمدة والبروم، والبروم ده اللي هو بيبقى مستخلص من مياه البحر اللي بتبقى خارجة من محطات تحلية المية، بتبقى ملوحتها عالية، هتستغل هذه المية ويتاخد منها قيمة مضافة أيضا في صورة مواد كيميائية، بحيث أنها تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة جدا. أيضا الحقيقة تم التفاوض ويعني يعني لقاء مع 2 من كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في الصين. الشركتين دول لوحدهم بينتجوا ما يقرب من 4 مليون سيارة في السنة. فالنهاردة هم كانوا التفاوض، وإن هم هييجوا إن شاء الله ويبقى في لتصنيع عدد من الموديلات من هذه السيارات في مصر في خلال العام القادم إن شاء الله. فالحقيقة هدف الزيارة كان مهم جدا، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال وزارة الاتصالات في خلال الفترة القادمة بإذن الله. والحقيقة يمكن المهم جدا إن احنا من خلال هذه الاتفاقيات، لأن حضراتكم أكيد تابعتوا جزء كبير جدا منها أو كلها تقريبا، المجموعة الأولى اللي وقعناها كعقود نهائية في منطقة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومرة أخرى بنذكر حضراتكم وكلنا بنتذكر دايما كان حلمنا إن منطقة قناة السويس دي تبقى منطقة صناعية واقتصادية كبيرة، مش فقط إن قناة السويس مجرد ممر للسفن، ولكن يبقى على جانبيها يتم توطين صناعات متقدمة وخدمات لوجستية. والحمد لله ده بيتحقق، من كل يوم بنشهد توقيع عقود واتفاقيات وتوطين لصناعات متقدمة في منطقة قناة السويس. أنتقل للملف الاقتصادي، وأعتقد يعني هذا الأسبوع أيضا شهد، الفترة اللي فاتت شهدت مؤشرات إيجابية جيدة جدا. يمكن أول مؤشر هو مؤشر مدير المشتريات، ويمكن هذا المؤشر بتخرجه مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، والأول مرة هذا الشهر الحمد لله مصر الأول مرة بعد 4 سنوات من نوفمبر 2020 بيتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة. احنا حققنا 50.4 نقطة، وده معناها رسالة إيجابية أن الاقتصاد المصري يعني الحمد لله من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر بيبقى بناء على رأي شركات القطاع الخاص بتقول إن لأ الإجراءات موجودة وإن المستقبل إن شاء الله للاقتصاد المصري جيد، وإحنا إن شاء الله حريصين من خلال كل التيسيرات اللي إحنا بنعلنها وحنعلنها النهاردة على إن إحنا نستمر هذا الانطباع الإيجابي والرؤية الإيجابية عن مسار الاقتصاد المصري في خلال هذا الشأن. أيضا الحقيقة البنك المركزي أعلن عن زيادة الاحتياطي الأجنبي، النقد الأجنبي زاد، الأرصدة بتاعت البنوك المصرية في الخارج أيضا زادت، وكل دي الحمد لله مؤشرات إيجابية بتؤكد على إن الاقتصاد المصري قادر على الصمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة جدا اللي احنا بنواجهها
في هذا الشأن. وعايز أقول لحضراتكم يعني اللي احنا استمعناه في قمة المنتدى الصين الأفريقي من كل رؤساء الدول الأفريقية إن حجم التحدي رهيب على مستوى كل الدول بلا استثناء. يعني ما فيش رئيس دولة وقف واتكلم أو رئيس حكومة إلا واتكلم على التحديات الهائلة اللي بتواجهها دولته في ظل الظروف اللي موجودة النهاردة العالم بيواجهها. فهي ظاهرة موجودة على مستوى العالم كله، طبعا بتختلف حدتها من دولة إلى أخرى طبقا لحجم الدولة وقدراتها، ولكن هو واضح هذا المعاناة وهذه المعاناة موجودة على مستوى العالم. ولكن بالرغم من ده كله أنا بطمن حضراتكم إن إحنا كدولة مصرية الحمد لله الاقتصاد المصري قادر على الصمود والاستمرار في تلبية احتياجات الدولة في هذا الشأن. والحقيقة أيضا انعكس هذا الموضوع وواضح إن الحمد لله أيضا زيادة تحويلات المصريين من الخارج الشهر اللي فات والأمور كلها فيما يخص موارد العملة الأجنبية الحمد لله ماشية بالصورة الجيدة. تحليلنا للتقرير اللي أصدره صندوق النقد الدولي عن المراجعة الثالثة فيه العديد من الإيجابيات وبيؤكد على إن الحكومة المصرية جادة جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم وإن التضخم ماشي في المسار النزولي. إحنا كنا متوقعين وطبعا حضراتكم شفتوا من يومين طلع إن التضخم ده كان معلن إن حصلت زيادة حوالي 0.5%، وده كان متوقع نتيجة لزيادة المحروقات وزيادة المنتجات البترولية اللي حصلت في الشهر اللي قبله. فإحنا ولكن إحنا ملتزمين كدولة ورؤيتنا وخطتنا مع البنك المركزي زي ما وعدنا إن إن شاء الله بنهاية 25 هيكون التضخم بإذن الله أقل من 10%. فده اللي إحنا شغالين عليه كدولة وكل مؤسساتها شغالة على هذا الموضوع. والحقيقة يمكن في هذا السياق وتأكيدا لتطبيق سياسة ملكية الدولة والتخارج من الدولة إن هذا الأسبوع أيضا حضراتكم تابعت وشاهد صفقة مهمة من خلال بيع شركة تمويلي 100% من أسهمها حصل لائتلاف استثماري دولي. صحيح الصفقة مش كبيرة قوي بحجم الأرقام اللي احنا متعودين نسمعها، هي بحوالي أكتر من 2.5 مليار جنيه مصري، ولكن هي رسالة مهمة إن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وكل المؤشرات الخاصة بهذا الموضوع. الحقيقة سيد النائب رئيس الوزراء لوزير الصناعة أعلن في خلال الأسبوعين اللي فاتوا عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية، وده كان شيء مهم جدا لرقمنة المنظومة وتيسير الإجراءات على قطاع الصناعة وأيضا على منظومة لموضوع إتاحة الأراضي بغرض التنمية الصناعية. وكل دي خطوات الدولة بتقوم بيها في اتجاه تحفيز الصناعة وزيادة الصناعة في خلال الفترة القادمة بإذن الله. الحقيقة يمكن أيضا، وده يمكن أنا حابب قبل ما أسيب الكلمة لزميلي معالي وزير المالية عشان يعلن لحضراتكم بالتفاصيل حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية، إن أنا أعلن أيضا إن إحنا شغالين مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على حزمة من التيسيرات والتسهيلات اللي من شأنها تشجع برضو عملية الاستثمار والتجارة الخارجية تحديدا، وهنا بتكلم على التصدير. والحقيقة إحنا واصلين لملامح جديدة لبرنامج دعم أو رد أعباء التصدير، وهيبقى إن شاء الله في خلال المؤتمر الصحفي القادم بإذن الله أو اللي بعده على الأكثر هنعلن ما أنا وزميلي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملامح التفصيلية لهذا البرنامج المهم اللي أيضا بيتجه لإزاي إن إحنا نزيد ونشجع عملية التصدير بإذن الله في خلال الفترة القادمة ونحقق المستهدفات اللي إحنا كلنا محققينها. ملف الطاقة، وبختتم بيه كلامي، يعني أكيد حضراتكم بتتابعوا على مدار الأسبوع هناك أكثر من لقاء مع وزير البترول والسيد وزير المالية والسيد وزير الكهرباء، وبطمن حضراتكم هذا الملف إحنا ماشيين فيه بمنتهى القوة لتدبير الاحتياجات المالية. والحمد لله يعني منذ فصل الصيف واللي وعدنا فيه اتحقق على الأرض، وإن شاء الله في خلال المؤتمر الجاي بإذن الله ممكن إن إحنا نعلن على حضراتكم أخبار أخرى جيدة جدا في ملف الطاقة واستدامة تدبير المنتجات الطاقة إن شاء الله. مش هستبق الأحداث ولكن هتركها للمؤتمر الجاي. واسمحوا لي يمكن أدي بقى الكلمة لمعالي وزير المالية علشان يشرح لحضراتكم بالتفصيل حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية. وهذه الحزمة بمنتهى الوضوح كانت تلبية لطلبات
القطاع الخاص. والحقيقة كان هناك العديد من الشكاوى اللي كانت بتيجي من أسلوب تطبيق الضرائب في مصر، وإن هناك ما يطلق عليه التقدير الجزافي، وعندنا مشاكل وعندنا متأخرات متراكمة وكل ده بيعيق عملية الانطلاق في موضوع التنمية والاستثمار من القطاع الخاص. وعشان كده يمكن استجابة لكل هذه الطلبات معالي الوزير، واديله الكلمة والفرصة ان هو يجي ويشرح لحضراتكم بالتفصيل اللي احنا هنتكلم عليه. ويمكن على مدار الشهر القادم بعد كده هيبقى هناك شرح اكثر تفصيلا لكل الخطوات اللي احنا هناخدها، لان الخطوات دي بعضها هيبقى محتاج بعض التعديلات التشريعية، ولكن الحمد لله اغلبها هيبقى في صورة قرارات تطلع من مجلس الوزراء او من خلال معالي وزير المالية. وأترك لي الكلمة، وبعد ما هيخلص كلمته هرجع تاني مرة أخرى هنا ونتلقى أنا وهو سويا أسئلة حضراتكم. تفضل معالي الوزير. شكرا جزيلا، و يعني سعيد جدا بحضور حضراتكم النهارده والمؤتمر الصحفي دوت، بنجهز له بقالنا فتره، فيعني متشوقين جدا للقاء دوت، ونقدر نشرح لحضراتكم بعض الافكار وبعض الامور المهمه جدا. الحقيقه زي ما اتقال، احنا النهارده بصدد ان احنا يعني نوضح لحضراتكم ونشرح لحضراتكم اطلاق الحزمه الاولى، وانا مؤكد مره اخرى الحزمه الاولى للتسهيلات الضريبية. ممكن جدا لما حضرتك تسمعوا الكلام تسهيلات ضريبية واي امور ضريبية، تخيلوا ان احنا جايين نتكلم على امور فيها اعباء جديدة او فيها زيادات في الضرائب او زيادات في الامور، اللي احنا على العكس تماما. وبجد ويعني بقدر كبير من الصدق، وهتشوفوا الكلام دوت على الارض، احنا جايين بنفتح صفحة جديدة، صفحة اساسها انه احنا كمصلحة ضرائب، كوزارة مالية، وكمجتمع ضريبي بشكل عام، ممولين مستثمرين، عايزين تبقى العلاقة ما بيننا علاقة شراكة، شراكة حقيقية. الواحد عايز شريكه يكبر وينمو ويتوسع ويحقق أرباح عالية جدا ويبقى قادر ينافس، ده اللي الواحد عايزه في شريكه. وإحنا كطرف آخر عايزين شريكنا اللي هو مجتمع الأعمال والممول يبقى في الوضعية دي، عايزين كل من يعمل في مصر يبقى عنده قدره على التنافس وقدره على التوسع وعلى زياده اعماله. ده شيء بيسعدنا، لانه في الاخر احنا شريكه بنسبه معينه على حسب النشاط. فبالتالي كل ما هيكبر كل ما نقدر نحقق بالنسبه لنا الهدفين، الهدف ان هو يقدر يتوسع ويشغل ناس ويقدر يصدر ويجيب موارد للدوله، ويقدر كمان يدينا احنا جزء من الموارد دي نقدر نوجهها لكل الامور اللي حضراتكم عارفينها من حمايه ومن مسانده للفئات الاولى بالرعايه، وكل الامور التنميه البشريه وكل الامور الضروريه للدوله. فده البدايه، واحنا بنتحرك من هذا الامر. لما جينا نشتغل على هذا الامر وايه اللي ممكن نعمله كمرحله اولى، وانا بؤكد هي مرحله اولى، لانه في الاخر التطوير والتيسير هو بيسموه كده مايند سيت، هو توجه ورغبة حقيقية وصادقة. فبالتالي احنا مش هنتوقف في اي مرحلة عن ان احنا كل شوية ندخل اصلاحات اضافية وتسهيلات اضافية تتعامل مع الحقائق على الارض وتتعامل مع الاوضاع اللي ممكن تكون بتوصل لنا. واحنا مش غايبين عن المشهد، وشفنا يعني على مدار السنوات الماضية كتير من الحالات وكتير من الطلبات وكتير من الرغبات من المستثمرين، سواء في شكل تجمعات جماعية للمستثمرين من خلال اتحاداتهم وممثلينهم، او حتى من حالات فردية بتجي لنا ساعات بتبقى ليها مدلول جماعي. فالامور دي كلها كانت يعني في نظرنا وكنا على دراية بيها واحنا بنصيغ هذه الحزمة من التسهيلات. وكمان عنا على التجارب الدولية الناجحة، تجاربنا الناجحة السابقة، احنا كان عندنا تجارب كتيرة ناجحة سابقة، احنا قطعنا شوط كبير قوي في الميكانة، لكن كمان واحنا بنعمل الميكانة محتاجين نتأكد انه كمان كل الامور الماضية بنوجد لها حلول، وكمان ان احنا ازاي نضمن الميكانة كمان بتعكس يعني اهتماماتنا وبتعكس احتياجات ورغبات القطاع الخاص. فزي ما قلت، العلاقة
ما بيننا وما بين المستثمر والممول لازم يكون فيها 3 صفات واضحة جدا، لازم يكون فيها استقرار ويقين وسهولة ويسر، ولازم هو يتلقى خدمة يحس فيها انه حقوقه محفوظة وانه كمان حق الدولة برضه محفوظ، لكن في اطار واضح جدا من المعاملات ومن العلاقة الجيدة. والحقيقة كتير من التحديات اللي بتقابل المستثمرين في مصر زي ما دولة الرئيس وضح هي تحديات مرتبطة بالتنفيذ والتطبيق، ولو احنا عايزين نحل جذريا هذه الامور لازم نعرف جذورها ايه وايه اسبابها الحقيقية، وده اللي احنا بذلنا فيه مجهود كبير جدا الفترة الماضية عشان نقدر نوصل لازاي نعالج القصة من جذورها. كتير من الحاجات دي بتبقى ساعات مرتبطة بآلية عمل وطريقة تطبيق عمل وطريقة تفكير وطريقة تنظيم، فممكن مع إعادة أمور كثيرة نقدر ننجز أشياء ويحس على الأرض بتسهيلات وبطفرة كبيرة في العلاقة وفي الأعباء، وبالتالي في قدرته على المنافسة وعلى التوسع وعلى الاستثمار الإضافي. اللي أنا هقوله زي ما قلت هي المرحلة الأولى قابلة جداً لمراحل أخرى تضاف تدريجيا زي ما دولة الرئيس وضح. احنا النهاردة هنتكلم على الملامح وعلى الإجراءات نفسها، لكن احنا كمان رأينا من أهمية هذا الموضوع وبناء على تشاور ان احنا كمان ناخد كل الأسابيع القادمة ان احنا كل أسبوع أو ناخد مجموعة من هذه التسهيلات والإجراءات، التسهيلات تحديدا اللي احنا بنقترحها نطرحها لحضراتكم، نطرحها للشعب المصري، نطرحها للمجتمع الضريبي بعمق وبدقة ويبقى في حواليها حوار، وعلى استعداد كمان انه هذا الحوار يعني يفرز بعض المقترحات الإضافية وبعض الأمور اللي ممكن ندمجها، لأنه في الآخر احنا عايزين حاجة نقدر كلنا نبقى نطبقها بنجاح ونقدر كلنا تحقق الغرض منها سواء لصالح المستثمر أو حتى لصالح الدولة. بس خليني أقول لحضراتكم بعض ملامح أو بعض الإجراءات اللي احنا بنستهدفها اللي هتحاول إن شاء الله تتعامل مع بعض التحديات زي ما قلت، وزي ما دولة الرئيس برضو أوضح التحديات احنا عارفينها، يعني ما احناش ولا احنا بننكرها ولا احنا ولا في رغبة لهذا الأمر، لأنه احنا في الآخر لازم نتعامل مع هذه التحديات ونعالجها ونمشي لقدام ونغير الصورة الذهنية. وانا بشكر على فكره، وانا هتكلم فيه النهارده بشكر فيه كل فريق العمل في وزاره الماليه، سواء زملائي السيد النائب وزير الماليه، سواء السيد مساعد وزير الماليه الاستاذه رشا رئيسه مصلحه الضرائب، وكل العاملين، انه اللي انا بعرضه النهارده ده عمل جماعي، ده عمل احنا تشاركنا فيه فكرنا فيه مع بعض، وان شاء الله هننفذه وهندعمه مع بعض، واحنا راغبين حقيقي ان احنا ننفذه بافضل طريقه وبالهدف الرئيسي ان احنا شريكنا يكبر ويبقى اكبر قدرة على المنافسة الدولية والمحلية. ايه بقى مجموعة الاجراءات او التسهيلات اللي احنا بنتكلم عليها؟ اول حاجة يعني، وانا مفيش الترتيب ملوش اي دخل بالضرورة من وجهة نظر بعض القطاعات ايه الاهمية ولا لا، لكن خلينا نتكلم على بعض الاجراءات. واحد، احنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين القطاع غير رسمي يبتدي ينضم للقطاع الرسمي، وعايزين المنشآت الصغيرة تكبر ويبقى أكثر قدرة على التنافسية. واحدة من التحديات الكبيرة اللي كانت عندنا إن إحنا ما كانش عندنا في قوانيننا منظومة أساسا متكاملة لجذب هذه الشريحة. كان عندنا بعض المواد المنفردة اللي بتخاطب فئات منهم بشكل فردي، بس ما فيش حاجة كاملة. إحنا النهاردة بنجهز وجهزنا خلاص منظومة متكاملة. ولما بقول متكاملة يعني بتخاطب كل أنواع الضرائب، بتخاطب كل أنواع الأنشطة، بتخاطب كل أنواع الفئات للمنشآت الصغيرة، شركات ريادة الأعمال، شركات الناشئة، الفري لانسرز، الأفراد اللي عندهم بيعملوا خدمات وبيعملوا عمل مهم جدا كتير منه حتى بيتصدر، محتاجين نوجد لهم آلية متكاملة يقدروا يخشوا جوه المنظومة، يقدروا بسهولة ويسر وببساطة يبقوا عارفين بالظبط ايه اللي عليهم وايه اللي ليهم. طب ده بيساعدهم في ايه؟ بيساعدهم ان هم طالما دخلوا في المنظومه بيقدروا بقى يروحوا يقدروا يصدروا، يقدروا يعملوا عقود كبيره، يقدروا ياخدوا تمويل، يقدروا يتوسعوا، يقدروا يكبروا. فاحنا قررنا ان احنا نعمل منظومه متكامله بتعامل بتخاطب كل انواع زي ما اقول الفئات حتى 15 مليون جنيه، وبتخاطب
كل انواع الانشطه، وده اكبر حتى من اللي كان موجود. كان في ماده موجوده في احد القوانين في جهاز المشروعات الصغيره، واحنا الحقيقه خدنا وطورنا على هذا وزودنا وعملنا بقى حاجه انتجريتد، حاجه متكامله بتخاطب كل انواع. ما بنتكلمش هنا على الضرائب الارباح على الدخل، بنتكلم على كل انواع، بنتكلم على القيمه المضافه، بنتكلم على الدمغه، وان شاء الله هنعفي هذه او المجموعات هنعفيها من حاجات كتير قوي، من ضريبه توزيعات الارباح، من ضريبه الدمغه، من عديد من الامور اللي تخليهم عندهم قدره على المنافسه. تاني هدفنا ان هم نساعدهم ان هم يكبروا ويتوسعوا ويبقوا عندهم قدره اكبر على المنافسه، فدي حاجه مهمه جدا، ودي حاجه تساعدنا. احنا عايزين نوسع القاعده الضريبيه، عايزين يبقى عندنا عدد ممولين اكبر، عايزين يبقى عندنا عدد من الممولين اللي بيكبروا. زي ما قلت شريكنا ده لما بيكبر احنا معاه لوحدنا كده كشريك معاه بنبقى داعمينه، لكن كمان بنستفيد دولة وهو بيستفيد واحنا كمان كحصيلة بنستفيد. فدي حاجة هنبتدي بيها، وواحدة من الحاجات اللي احنا بنطرحها ان شاء الله، واللي هنبقى جادين جدا في تطبيقها وتنفيذها وبجدية جدا. احنا كمان بنتكلم على امور اخرى ايه ممكن نعمله عشان نخلي فيه ثقة اكبر، فحتى هذه المنشآت والمنشآت الصغيرة وشركات الناشئة ازاي تيجي. احنا حتى مش بس بنتكلم على 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 الاسعار دي ولا على الامور دي، بنتكلم حتى على تسهيل الامور، تبقى الإقراض أسهل وتبقى أبسط وتبقى توقيتات تناسبهم وتناسب السيولة عندهم. فهنتكلم فيها بالتفاصيل الأسابيع القادمة، بس أنا حبيت أوضح دي واحدة من الحاجات المهمة جدا. يعني طول النهار بنتكلم على إن عايزين نبسط، فواحدة من الحاجات اللي احنا عايزين نبسطها النهاردة الحمد لله بقى عندنا منظومة ممتازة إلكترونية، بقى عندنا حجم هائل الحمد لله من الـ 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 الأمور التكنولوجية والمنظومات التكنولوجية، فواحدة من الحاجات بتتيح لنا معلومات كويسة جدا. فواحدة من الأمور اللي هنشتغل عليها هنبسط الإقرارات، هنخلي الإقرارات أبسط، بدل ما الممول يبقى مطالب يملأ في آخر السنة إقرار فيه 60 و70 صفحة، ممكن جدا نختصر هذا الأمر ونبسطه ونسهله، لأن الحقيقة بقت فيه معلومات كتيرة متاحة بشكل دوري وغيرها من هذه الأمور. ونفس القصة هنخلق كتير من الوحدات لدعم المستثمرين، لتقديم المساعدة ليهم، تقديم المشورة ليهم. واحدة من الحاجات اللي كان دايما بيجيلنا، طب احنا يا جماعة مستثمر دولة رئيس نهضة بيتكلم على بعض الاستثمارات الجديدة، وارد جدا يكون هذا المستثمر اللي جاي عايز ياخد حاجة اسمها الرأي المسبق، عايز يعرف قبل ما يجي يشتغل في مصر هيعمل ايه بالظبط، ايه حقوقه وايه التزاماته وايه حوافز بتاعته. فاحنا بنفعل هذه الخدمة ليه دلوقتي، وهنفعلها بجودة جدا، وهنجيب اكفأ الناس جوه المصلحة، وفي ناس ممتازة جوه المصلحة هنستثمر فيهم عشان يقدروا يقدموا هذه الخدمة قبل ما يبتدي، يبقى قبل ما يبتدي عارف راسه من رجليه، عارف يبقى عنده يقين، عنده رؤية واضحة جدا. فهنشتغل على القصة دي. احنا بنتكلم ان كان دايما واحدة من المشاكل اللي احنا ازاي نقفل بعض المشاكل وبعض النزاعات او بعض المشاكل ما بين المصلحة او وزارة المالية وحتى المستثمر، هو فكرة انه كان يبقى احنا متفقين على كل حاجه ولو في اي نوع من الخلاف البسيط. انما كان مشكلتنا ان احنا بيبقى عندنا الغرامات عاليه جدا، والغرامات بتبقى ساعات اضعاف 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 اصل الضريبه، ونيجي نقعد بقى مش عارفين نعمل ايه ونحل ازاي ونعمل حاجه استثنائيه ونعمل قانون استثنائي ونعمل حاجه. احنا لا، قررنا ان احنا بالتوافق وبالتعاون، وبرضو واحنا اي حاجه بنعملها بنبقى باصين على الدراسات الدوليه وبنبصين على عنا على ايه اللي بيحصل بره وايه اللي بيحصل في المنطقه حوالينا. احنا قررنا ان شاء الله ان احنا نعمل سقف الغرامات، الغرامات لن تزيد عن اصل الضريبه، لانه في الاخر احنا مش عايزين نعجز الناس، ودورنا ان احنا نسرع حل هذه النزاعات ونقفل اي نزاعات في اسرع وقت ممكن، وده هتحل جدا امور كثيره وتخلي حل المشاكل اسهل واقدر وبشكل دائم. انا ما بتكلمش على المرحله دي بس فقط، انا بتكلم بشكل عام، ده حاجه مهمه جدا. في بقى امور اخرى تانية مرتبطه بان احنا ازاي نوحد المعامله ما بين كل المأموريات وكل المناطق، وده عمل مهم جدا الحقيقه. مصلحه الضرائب قامت بمجهود جبار الفتره الماضيه عشان تجهز لهذا العمل، فكره ان احنا النهارده نوحد، ما يبقاش بقى الراجل بين المصنع او بين ملفه من حته لحته عشان في هنا معامله وهنا معامله. احنا هنوحد هذه الامور بادله، ادله هتطلع كل سنه وتبقى واضحه جدا، بتخاطب الجميع، بتكلمه بوضوح وبيسر وبسهوله، وبتدي له حقوقه. وهنخلق كمان اماكن لدعم تنفيذ هذا الامر، بحيث انه المستثمر يقدر يبقى يتواصل مع حد، وهذا الفريق اللي بيتواصل معاه ده يقدر يساعده ويحقق له كل امور. احنا بنتكلم النهارده على سيوله، ومحتاجين ندي سيوله كبيره للشركات ونساعدهم في هذا الامر عشان يقدروا يتعاملوا مع بعض التحديات ويقدروا
بسرعه يكبروا زي ما قلت وينموا. دوله الرئيس كان بيتكلم على البي ام اي، وده مؤشر مهم جدا، فكره انه يبقى فوق الـ50 ده معناها انه الاقتصاد او الانشطه الاقتصاديه من وجهه نظر القطاع الخاص ومن جانبهم بدات تتحرك لقدام، بدات ان هم يحطوا فلوس ويستثمروا. فجزء من هذا الاستثمار بيرجع ان يبقى معاه سيوله يقدر يضخها في مستلزمات انتاج، وبالتالي يقدر ينتج ويحقق رغبه. فعشان نساعده في هذا الامر احنا بنعمل حاجتين مهمين جدا. احنا بنطلق ان شاء الله برضو وهنقعد نشرحه لحضراتكم بالتفصيل حاجه اسمها نظام المقاصه المركزي، ويمكن دي كانت واحده من التوصيات مجلس الاعلى للاستثمار العام الماضي. فكره انه الممول بيبقى له حقوق عند الدوله وعليه واجبات عند الدوله. الدولة هتوفر له نظام يقدر يختار من خلاله ازاي يسوي هذه المبالغ. يعني هو مثلا ممكن يبقى عنده مبلغ عند مصلحة الضرائب وعليه مبلغ تاني عند مصلحة الضرائب لنوع ضريبة تاني، ضريبة عقارية، ممكن يبقى عنده مستحقات عند الجمارك وعايز يسدد ضريبة عند مصلحة الضرائب المصرية. هنسمح له بهذا الأمر، وهنسمح له حتى هذه المقاصة تشمل كمان جهات خارج حتى وزارة المالية والمصالح، ممكن تبقى الطاقة، وبالتالي يقدر يستفيد من هذه الأموال ومستحقاته. مثلا مستحقاته لدى صندوق دعم الصادرات، مستحقاته لو هو مقاول وعنده مثلا بعض الغرامات والتعويضات، لو هو النهاردة حد ممكن يكون عنده رد ضريبة قيمة مضافة، دي كلها مستحقات بدل ما تبقى مجمدة لفترة ويبقى لازم يسددها في نفس نوع الضريبة أو في نفس نوع النشاط. إحنا هنسمح له إن هو يقدر يتحرك بيصرف هذا الأمر وبنظام هو صاحب القرار فيه. إحنا بس بنوفره البيئة والبنية التحتية التكنولوجية اللي تخليه يقرر هذا الأمر ويوجه هذه الموارد كيفما يشاء مرة أخرى لتوفير السيولة. تخيل بقى بدل ما هو يروح يقترض مبلغ عشان يروح يسدد مستحق بعض الالتزامات اللي عليه للدوله، ويبقى المبلغ دوت بيكلفه مبالغ من خدمه الدين وغيرها، وهو اساسا عنده مبلغ اخر متاح له بس هو مش عارف يستخدمه الا في مجال محدد، وممكن ما يبقاش عنده في المجال ده اي التزامات جديده. فطبعا ده عبء كبير جدا عليه. في نفس الوقت احنا الحقيقه السنه اللي فاتت عملنا قدر من التطوير في نظام رد ضريبه القيمه المضافه، لان ده حاجه كان برضو من الطلبات الرئيسيه. فكرة انه مثلا حد مثلا بيصدر، فبالتالي بيبقى من حقه انه نرد له جزء ضريبة القيمة المضافة اللي دفعها على مدخلات الانتاج، وممكن تصل لشركات لمبالغ كبيرة. احنا عملنا طفرة السنة الماضية الحمد لله، عملنا تحسين وتسهيل في هذه المنظومة، ويمكن كان نتيجتها ان احنا عرفنا نرد مبلغ يقترب من 3 مليار جنيه للممولين، لكن احنا طموحنا اكتر من كده. فاحنا عملنا نظرة اخرى على هذا النظام، وبنقترح فيه تعديلات كبيرة جدا ان شاء الله، من تبسيط ومن تسهيل ومن مراجعة دورة العمل والاجراءات. وهدفنا باذن الله ان احنا النظام الجديد اللي هنطلقه لرد ضريبة القيمة المضافة يبقى اكثر سهولة ويسر. وهدفنا واضح، هدفنا ان نرد مبلغ لا يقل عن 4 أو 5 أضعاف ما تم رده العام الماضي، وبالتالي سيولة ترجع تاني للممول يقدر يستخدمها في مجالات كثيرة جدا. وكل اللي بقوله ده يا جماعة أو يعني زملاء أو حتى المشاهد النهاردة اللي بنخاطبه ومقطاع الأعمال، دي حاجات احنا عارفين انها كانت تحديات بتقابل المستثمر وقطاع الأعمال والممولين، وبالتالي احنا بنحاول يعني نبقى واقعيين جدا، وبنحاول نتعامل مع تحديات ومع أمور احنا عارفين انها ضرورية ومهمة. النهاردة كان في بعض قوانيننا وفي قانون الاجراءات الموحد كان في بعض الامور اللي ممكن مع التطبيق اثبتت ان احنا محتاجين ندي قدر من الوضوح فيها وتحسين فيها. النهاردة كان الممول احنا بنطالبه ان هو يقدم اقراره بشكل منتظم، وان هو يعكس فيه بعض المعلومات الضرورية. ساعات كان بيبقى فيه تأخر الايام او الامور خارجة عن قدرة الممول، ساعات بيبقى فيه تأخر نتيجة ظروف قهرية، فكانت العقوبات يعني موحدة. احنا بنعمل دلوقتي شوية تيسيرات بحيث ان العقوبات كمان متدرجة، وتبقى فيها قدر من واحد عمره ما تأخر في اقرار، ما ينفعش عامله زي واحد عمره ما قدم اقرار، لازم يكون في قدر من العدالة وقدر من المنطق في هذا الامر. فاحنا برضو مسكنا الامور دي وهنعمل فيها تدرج ووضوح عشان خاطر يبقى فيه سهولة ويسر ويبقى فيه قدر من الاهتمام. برضو احنا كل اللي بنعمله ده بنطلب من الممول حاجتين. بنطلب من الممول ان هو يثق فينا تدريجيا
وان هو يخش معانا في المنظومات الالكترونيه اللي هتحميه وهتحمينا احنا، منظومه الفاتوره الالكترونيه ومنظومه الايصال الالكتروني ومنظومه عموما تقديم الاقراضات وسداد الامور الالكترونيه بتريحنا كلنا. النهارده لما بنتكلم على تحدي كبير جدا مرتبط بان احنا عندنا ملفات قديمه جدا لسه لم يعني تفحص او لم تنتهي منها مع بعض، لما بنتكلم على ان احنا عندنا نزاعات بتاخد مده طويله جدا، اصل القصه دي كانت غياب المعلومات الكافيه من الطرفين. النهارده مع منظومه التكنولوجيا اللي احنا بنخلقها والحمد لله بدات تشتغل بقوه، النهارده عارفين نقطع شوط كبير قوي في حل هذه المشاكل. طب هتقابلنا مشكله كبيره، القديم بقى هنعمل فيه ايه؟ فالقديم بقى هنوجد له حل. واحده من التسهيلات في هذه الحزمه الاولى هو ان احنا هنوجد حل لكل النزاعات القديمه والامور المتراكمه بشكل سهل وفي يسر للجميع وفي عداله لينا وليه وفي توضيح رؤيه. احنا النهارده مش هنيجي نخاطب حد بعد احنا مثلا فحصنا حد بعد 7 8 9 سنين مش هنحمله باعباء بسبب ان احنا اتاخرنا في الفحص، احنا اللي اتاخرنا مش هو اللي اتاخر. فبالتالي هيبقى العلاقه واضحه جدا وهيبقى في امور تيسيريه في هذا الامر. انما زي ما قلت الاسابيع القادمه هنبتدي نتكلم في هذه الامور بالتفاصيل وهنشرح على فكره كل حاجه من اللي انا بقولها دي ممكن يبقى فيها شرح وكميه تسهيلات اضافيه جدا على اللي انا بشرحه في المجمل، لكن محتاجه نقاش يعني ممتد نقدر نشرح فيه الماده دي بتعني ايه او القرار دوت صيغته ايه او الماده في القرار دوت هتطلع ازاي. وزي ما دوله الرئيس قال احنا بنتكلم على حاجات كتيره جدا ممكن تطلع في شكل قرارات اداريه، لانه الحمد لله حتى القوانين المتاحه والقائمه جيده وتسمح بهذا الامر. احنا بنتكلم النهارده عشان ده يتنفذ على الارض وعشان نقدر نتحرك لقدام، احنا بنتكلم على امور كمان تنظيميه مختلفه جدا، بنتكلم على امور لابد من احنا نستثمر وده هيحصل وخدنا عليه يعني دراسات كافيه وجاهزين بيه. احنا محتاجين نستثمر في اهم حاجه في المنظومه هو العنصر البشري في مصلحه الضرائب اللي احنا هنحملهم هذه يعني الالتزامات الكبيره، محتاجين كمان نضمن ان احنا بنستثمر فيهم وداعمين ليهم ونديهم منظومه افضل للاثابه والحوافز وكمان تكون مرتبطه بمؤشرات لقياس الاداء واضحه جدا مرتبطه بخدمه للممول. احنا عايزين نقدم حوافز جيده جدا لما المامور او المصلحه ترد الضريبه ولما تقدر تعمل نظام انقاصه مركزي وتسهل الامور لما النهارده تخلص بعض المشاكل. كل الامور دي هيتم قياسها وهيتم العمل على وضع منظومة حوافز جيدة جدا ومنظومة متابعة جيدة جدا تضمن ان ده بيحصل على الارض ويبقى فيها متابعة. طالما احنا جادين هننجح، احنا مش بنعمل هذا الاصلاح الا واحنا مؤمنين تماما انه في صالح الجميع، في صالح الممول والمستثمر وفي صالح الدولة وفي صالح مصلحة الضرائب ووزارة المالية. ده امور كلها احنا مع بعض زي ما قلنا لو بصينا للامر ان احنا شركاء هيختلف الامر تماما تماما في هذا الامر. في امور كثيره اخرى تنظيميه برضو يعني ممكن نوجزها سريعا لغايه ما نبتدي نشرحها بالتفاصيل خلال الايام القادمه. زي ما قلنا احنا النهارده سواء المأموريات نفسها وتنظيم العمل سواء الادارات اللي هننشئها سواء الراي المسبق سواء ادارات دعم المستثمرين حتى موقع المواقع الالكترونيه ومراكز الدعم الفني هيبقى فيها تطوير كبير جدا وهيبقى فيها مسانده كبيره جدا برضو بغرض التيسير والتسهيل والتوضيح للممول على كثير من الامور المهمه جدا جدا اللي ضروري انه يقوم بيها. وزي ما قلت اهم حاجه في هذا الامر او من الامور العوامل الرئيسيه للنجاح هو ببساطه حضراتكم الاعلام والتواصل والتوضيح، لانه في الاخر احنا عايزين نبقى بنوصل هذه الامتيازات والتسهيلات للناس بوضوح فيعرفوا انها موجوده ونقدر مع بعض نوصل لهم ان هم يقدروا يستفيدوا منها بوضوح. انا يعني في الختام عايز اؤكد على ان احنا كفريق جاهزين تماما لشرح كثير من الامور الاسابيع القادمه وان احنا هناخد هذه الامور بدقه جدا. زي ما قلت في كتير من الافكار وكتير من خلاص الامور الجاهزه ازاي نقفل كل الملفات المتراكمه وازاي نقدر نفتح صفحه جديده، هناخد وقتنا في الشرح وفي التوصيل المعلومه وكمان في الاستماع
لأي مقترحات إضافية، وبإذن الله ده يساعدنا كلنا إن إحنا إن شاء الله في المرحلة الأولى دي وفي الحزمة الأولى، وأنا بأكد مرة أخرى إنها الحزمة الأولى وليس الأخيرة، إن إحنا نقدر نعمل نتائج كبيرة ملموسة تعالج كتير من القضايا والأعباء اللي كانت متراكمة أو النزاعات والخلافات، وكمان تفتح لنا صفحة جديدة وتخلينا نقدر نتوسع في القاعدة الضريبية، وربنا يوفقنا كلنا، وإن شاء الله بإذن الله يبقى فترة أفضل الفترة القادمة. يعني أنا قبل ما أفتح الباب لحضراتكم لتلقي الأسئلة، خلينا يعني ألخص ما قاله معالي وزير المالية. إحنا بنتكلم على تشجيع للقطاع الغير رسمي والمشروعات الصغيرة من خلال حزمة من الإعفاءات الضريبية وتبسيط للإجراءات بصورة كبيرة جدا، دي هتعرض بالتفصيل. بالنسبة لأي إقرار ضريبي هيقدم من أي ممول أو من أي مستثمر، هيبقى هناك تبسيط للإقرار الضريبي نفسه. يعني السيد الوزير كان بيقول إن بيصل الإقرار إلى 70 ورقة، الإقرار السنوي هيبقى الموضوع هيبقى أقل من ذلك بكثير، وحجم المعلومات المطلوبة هتبقى أقل بكثير جدا. موضوع الغرامات كان بيبقى نتيجة لإن تأخر عملية الفحص، كانت الغرامات ممكن إن احنا نلاقي إن المفروض كنت تدفع ضريبة 10، يتقال إن الغرامات هتصل إلى 50 و60. النهاردة اللي بيعلنوا إن الحد الأقصى للغرامة لا يتجاوز أصل الرقم الضريبي اللي احنا كنا بنتكلم عليه. توحيد المعاملة ما بين كل المأموريات وبعضها البعض من خلال أدلة، عشان ما يبقاش فيه أي نوع من الاختلالات في المعاملة الضريبية من مكان إلى آخر. الفكرة بتاعت نظام المقصة المركزي، ودي شديدة الأهمية، بيبقى الممول كان ليه حقوق أنه يتردله أعباء ضريبية أو في برنامج أعباء رد أعباء التصدير، وفي نفس الوقت عليه فواتير في الكهرباء والمية والغاز والعملية. طب بيقول طب ادوني فلوسي هنا عشان أدفع المستحقات اللي عليا هنا. هيبقى في نظام مقصة مركزي عشان طبقا للي هو اختياره، لو هو عايز يقول لنا الفلوس اللي ليا هنا حطها لي في المكان ده، هيبقى هو بهذه الطريقة علشان تبقى الأمور بمنتهى البساطة. موضوع رد ضريبة القيمة المضافة، ودي دايما كان بيشتكي منها المصدرين بالذات، بيقولوا بتاخد وقت طويل جدا. سيادة الوزير بيقول لا، ده احنا هنصل في السنة الواحدة إلى 4 أو 5 أضعاف الرقم اللي احنا كنا مطلعينه السنة الجاية. الشيء المهم جدا، وده أعتقد هو هيسيبه للتفاصيل، موضوع حل النزاعات القديمة، وإزاي إن احنا هناخد في سنة معينة، وهيبقى ما قبل السنة دي كل الأرقام الضريبية هيتاخد رقم مقطوع، ونقفل الملفات القديمة عشان يبقى كل الكلام كله على ان احنا بنفتح صفحة جديدة مع كل القطاع الخاص، وان شاء الله هو هيتكلم عليها بالتفصيل على مدار الفترة القادمة بإذن الله. اي اسئلة بقى من حضراتكم نبدأ بيها؟ بشكر حضرتك جدا طبعا على إتاحة هذه الفرصة نكون مشاركين ومستمعين لهذا العرض. انا بس عندي ملاحظة سريعة وسؤالين. الملاحظة، أنا كنت أتمنى أنه معالي وزير المالية يعني يكون العرض من خلال شاشة بنقاط محددة، كان ده هيبقى أفضل جدا، وتحديدا في التحديات، عرض التحديات اللي بتقابلها المنظومة الضريبية. حضرتك أشرت أنه يعني التحديات كلنا عارفينها، لا في ناس كتير مش عارفة التحديات، وأعتقد أن عرض التحديات أولا كان هيدي قيمة كبيرة جدا لحزمة التسهيلات اللي حضرتك عرضتها للناس. السؤال الأولاني منطلق من التحديات في المجتمع الضريبي كله، معروف أنه في يعني ندرة في الكفاءات المتخصصة الفنية في مصلحة الضرائب، وأنه في مجهود كبير جدا أنتم محتاجين تبذلوه لرفع كفاءة العاملين في هذه المنظومة. طول الوقت لما بتعرض حضرتك مثل هذه الإجراءات بيبقى في سؤال عند الممول، بيقول والله احنا لما بنستمع لدولة رئيس الوزراء بيبقى الكلام عظيم جدا وايجابي، ولما بنسمع من وزير المالية بيبقى الكلام ايجابي، لكن لما بننزل للموظف تحت بنلاقي الدنيا بايظة. فايه هي الاليات العملية اللي هتؤدي الى تطبيق ما عرضته حضرتك من اجراءات، بحيث ما يبقاش في هذه الفجوة بين الكلام الجميل المنمق اللي بنسمعه من على المستوى الاعلى ثم الموظف ما بينفذ ده؟ السؤال لحضرتك.
معالي رئيس الوزراء خلال 48 ساعة اللي فاتوا في تفاصيل كتير ومعلومات كتير تتردد عن منجم السكري وما جرى في منجم السكري، شائعات كتير حوالين هذا الموضوع، انتقاد لشيء احنا عايزين نتأكد منه، يعني ايه اللي حصل في منجم السكري؟ هل في شركة بالفعل من جنوب افريقيا دخلت وخدت ب2.5 مليار؟ يعني ايه الوضع؟ لانه في كلام كتير بيتردد حول هذا الموضوع، فنتمنى ان نستمع من حضرتك فيه. شكرا. حاضر، لو ممكن ناخد مجموعة اسئلة ونجمع لهذا الموضوع. مساء الخير يا فندم. كنت عايز اتكلم بالنسبه لحضرتك بتتكلموا عن استهداف القطاع الغير رسمي، ودي كانت احدى توصيات الصندوق وكانت واضحه في المراجعه عن توحش الاقتصاد غير الرسمي في مصر. بس الملاحظ ان مفيش منظومه حكوميه متكامله بتستهدف الاقتصاد غير الرسمي. يعني على سبيل المثال لغايه دلوقتي قانون تراخيص المحلات رغم انتهاء مهله توفير الاوضاع لسه في بطء في التراخيص من جانب الاقبال، من جانب الوحدات اللي بتطبق القانون. فمحتاجين يبقى في منظومه متكامله عشان استهداف القطاع غير الرسمي. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اسال فيها سياده الوزير الماليه، يعني بعض المسؤولين في الحكومه بيتكلموا عن حوافز واعفاءات ضريبيه للمناطق الحره والمناطق، وده طبعا سواء الصندوق او وزاره الماليه بتحاول انها تبعد عن موضوع الاعفاءات ده وكده. فكنت عايز التوضيح من حضرتك. اتفضل. مساء الخير يا فندم. انا كنت عايز اسال عن التسهيلات دي بتشمل الضرائب العقاريه، لان طبعا كان في مشاكل كتير في التقديرات، وفي ناس بيقول بتطبق عليهم باثر راجع من 2008 من اول تطبيق القانون، فالموضوع ده عامل مشاكل كتير، فكنت عايز اعرف موقف الضرائب العقاريه من هذه التيسيرات. بعد إذن حضرتك، يعني حضرتك النهاردة طبعا طرحت الأولويات السياسات المالية خلال المرحلة القادمة والمشكلات المتعلقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. يعني نقدر نقول إن شاء الله إن احنا نقدر نصفر كل المشاكل من خلال الرؤية اللي حضراتكم طرحتوها. إمتى؟ إن احنا مش هيبقى عندنا مشاكل فيما يتعلق بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ونبدأ في تطبيق الإجراءات الجديدة اللي حضرتك ذكرتها. شكرا فندم. شكرا جدا على الأسئلة وعلى كمان التوصيات، ويمكن دي هناخد بالنا منها جدا في العروض التفصيلية، لأنه الحقيقة أنا سعيد جدا إنه حتى هذا الأمر إحنا لما جينا نجهز للعرض وجينا نجهز نعرض في الأول على دولة رئيس الوزراء وعلى فخامة الرئيس ونتكلم على إيه اللي بيحصل، إحنا بدأنا بالضبط بالحقيقة قلته، بدأنا الأول بإيه التحديات وايه التحديات اللي بتقابل اللي رصدناها، والحقيقه كلها امور يمكن تستحق فعلا ان احنا نعدي عليها بسرعه. بنتكلم النهارده على انه ازاي نقلل اي تقديرات جزافيه، بمعنى تقديرات غير مرتبطه بالضروره باللي قدمه الممول او بالمعلومات الاساسيه اللي كانت في ملفه، او فيها قدر من عدم استخدامها بشكل كامل، او فيها سرعه في 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 تقديرات. بنتكلم على طول الفتره الزمنيه في عمليه الفحص، ممكن الفحص يقعد سنوات طويله جدا، وبالتالي يفضل الممول مش عارف يقفل الملف دوت او يقفل السنوات دي. بنتكلم على حالات كتيره جدا ساعات من الفحص بتنتهي بارقام مختلفه، في عدم دقه كبيره في الفحص. بنتكلم على ان احنا ساعات غرامات التاخير بتبقى اضعاف 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 الاصل، وبالتالي بتصعب مشكله الحل. ممكن جدا الممول يقبل ان فعلا كان في اقراره في حاجه تستحق التعديل وبالتالي تستحق ان هو يسويها، لكن الغرامات اللي هو ما كانش مسؤول عنها ان هو احنا جينا له بعد 7-8 سنين فحصنا يتكلم عليها. بنتكلم على عدد الهائل من المنازعات اللي بيستمر ويزيد، عمالين احنا بنتعب جدا ان احنا نحل المشاكل ونقلل المنازعات، وبعد كده نلاقي المنازعات بتزيد بزيادات كبيره جدا، مع ان كان ممكن جدا بسهوله ان احنا لو قللنا من اصل المشكله يبقى المنازعات دي لوحدها نصها يختفي او عدد كبير يختفي.
طبعا الحوكمة هتساعد، لكن هيظلم عندنا الباكلوج او الجزء الكبير المتأخر، فعشان كده لازم نفكر في حل للماضي، لانه المستقبل ان شاء الله كده كده بالحوكمة خلاص. انا كنت بنتكلم مع بعض احنا خلاص السنوات القادمة كتير من المقاولين ممكن يفحصوا حاجة اسمها فحص مكتبي من غير مطلوبه ويجي ولا ايه ولا حاجة، ده هو كل بياناته عندك، هو بيقدم اقرار شهري للقيمة المضافة وبيقدم اقرار سنوي لضريبة الدخل وغيرها من انواع الضرائب، وبالتالي هو راجل ملتزم ويعني مش محتاج حاجة. بنتكلم دايما على ان احنا في حاجات كتيرة قوي انه للعدالة، الناس كانت بتشتكي سواء القطاع الرسمي يقول لك القطاع غير رسمي مش موجود وبالتالي ما فيش عدالة مش عارف انافس، فحاولوا تجيبوا القطاع غير رسمي وبالتالي، او العكس، او ان القطاع غير رسمي بيقول لك انا عايز اخش بس مش هلاقي منظومة تعرف تيسر الحال وتبقى ابقى عارف راسي من رجليا، وكمان تراعي حجمي وان انا ببتدي نشاطي في بداية او شركة صغيرة او مجموعة من الشباب عملوا شركة عايزة تكبر. موضوع السيولة يقول لك انا عندي سيولة دايما بحتاجها والظروف والتمويل عالي جدا والتكلفة عالية، وبالتالي انا عندي سيولة مشاكل سيولة، فياريت لو عندي حقوق تردها لي بسرعة وبمنظومة سهلة ووضح لي ايه المطلوب مني من بدري. نظام الفحص يقول لك طيب انا النهاردة قول لي من بدري ايه المعلومات اللي انت عايزها عشان لما تطلب مني اتفحص ابقى جاهز بالمعلومات دي، فلو سمحت وضح لي هذه المعلومات. بنتكلم زي ما قلت ما كانش في تدرج في العقوبات، حد طول عمره بيقدم اقراره القانون قال انه ادى مساحه للعقوبات ما فصلش فيها او ما فصلش فيها ما بين حد عمل عقوبه يعني او عمل اجراء او حصل له اي ظرف ما يستدعيش ان احنا نسميه ان هو يعني او نسويه بحد تاني، مثلا ما قدمش الاقرار عن قصد او قدم الاقرار ببيانات غير دقيقه. بنتكلم على ان احنا ما كانش فيه وضوح كامل للسياسات في المستقبل، ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي احنا يعني محتاجين نوضحها. احنا مع انتهاء هذه الفتره من التوضيح ومن الشرح هيتبعها على طول وثيقه السياسات الضريبيه حتى 2030، وحتى يكون هناك رؤيه مستقبليه كمان بتوري ناس توجهات واضحه جدا احنا رايحين فين وعايزين نروح فين، وتدي ناس وضوح رؤيه. المستثمر عموما الصغير والكبير المحلي والاجنبي هو عايز يعرف ايه الملامح اللي يشتغل عليها والظروف اللي هيشتغل عليها، وهو بعد كده بيعرف يقدر ينافس، بيعرف يسعر، بيعرف يشترك مع اخرين في امور معينه، يعرف يحط سياسته التسويقيه الانتاجيه، فهو عايز وضوح رؤيه. فاحنا ان شاء الله هننشر هذه كمان الوثيقه الفتره القادمه، فدي بس انا حبيت اوضحها. لكن بعض الاسئله اللي اتقالت اسئله مهمه جدا جدا جدا، حضرتك اتكلمت مثلا على موضوع المنشآت الصغيرة ويبقى فيه رؤية متكاملة، طبعا كلام حضرتك مظبوط جدا. احنا بقى بالذات جينا قلنا نعمل كده بالظبط في الضرائب، لانه كان المشكلة انه ممكن تعمل تيسيرات مرة في قانون في حتة معينة ومرة تانية في قانون في حتة معينة ومرة بتخاطب حد في نوعية، يعني مثلا احنا ساعدنا جهاز المشروعات الصغيرة نعمل فئة مقطوعة لضريبة الأرباح على الدخل، بس الراجل اللي عايز يسجل عندك ده هو عايز يعرف هتعمل له ايه في ضريبة القيمة المضافة، في ضريبة المرتبات، في ضريبة الدمغة، في أي أنواع من الرسوم. فإحنا هنعمل نظام كامل متكامل كمان غير سعر الضريبة وغير الضرائب، بيبقى هو عايز حاجة بسيطة، ما يبقاش حد عنده في بداية حياته بيعمل شركة بسيطة ونطلب منه نفس نوعية البيانات والإقرارات اللي ممكن تتطلب وجود شركة عندها محاسب وعندها شركة بتساعده. وهنقوم إحنا بالدعم الفني ده، إحنا هنقوم بالدعم الفني للشركات الصغيرة، يعني لو طلبنا منهم ان هم يقدموا اقرار الكتروني هنساعدهم ازاي يعملوا الاقرار الالكتروني دون تكلفه عليهم، احنا هنتحمل هذا الامر وهذا العبء. فاحنا هنشجعهم بشكل كبير جدا، وزي ما قلت انا يمكن سايبين كتير من التفاصيل في الاعداد القادمه عشان نقدر نخش بعمق جدا ونشرح، لان احنا بنرى انه زي ما قلت انا في ممكن اصلاح واحد من اللي انا كنت عليه لما نخش في تفاصيله وتلاقوا فيه كميه اصلاحات فرعيه وامور جاذبه جدا وامور بتخفض. الخلاصه انه العبء والتكلفه من وقت وجهد ومال وتمويل وحتى مبالغ مسدده تنخفض بشكل جيد للممول عشان يقدر ينافس ويكبر، فده هيتم جدا. كان في برضو يعني لو انا يعني بعض الاسئله اللي اتقال برضو امور مهمه جدا على الاقرارات والضريبه العقاريه والالتزام بيها. الحقيقه الضريبه العقاريه هي خارج مصلحه الضرائب، لكن نفس الفكر ده احنا ماشيين فيه. زي ما قلت مره اخرى احنا
عشان نحقق. حضرتك قلت المسؤولين بيطلعوا يتكلموا، طب ازاي نقدر نضمن ده على الارض الواقع ونقدر تنفيذه بحيث ان يبقى فيه جدية؟ لا، هو اللي بيضمن دوت اكتر من حاجة. اللي بيضمن دوت ان احنا ما جيناش قلنا امور مجزأة، احنا بنقول بوضوح ان احنا هنستثمر في الموارد البشرية عندنا بقوة، ان احنا هنعمل نظم حوافز مختلفة. النهاردة واحدة من الاسباب ان ممكن يكون الحافز ما كانش مرتبط خالص بالخدمة دي، مش مرتبط بان على الارض انه هو يبقى عنده رغبة انه يمشي معانا هذا المشي. لا، احنا النهاردة بنغير هذه الفلسفة، ان احنا عاملين نظام متابعة قوي جدا 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 جدا، ان احنا بنعترف اساسا في هذا الامر ان احنا جادين في هذا الامر، وان احنا دي تحدياتنا. ده في حد ذاته شيء مهم جدا لكل الناس. لما يبقى اعلى حد في هذه المنظومة سواء الحكومة دولة الرئيس واقف واستمع لهذا الامر او وزير المالية بيقول دي التحديات واحنا هنتعامل معها، ده في حد ذاته رسالة لكل موظف. لكن اهم من دوت ان احنا كمان نوفر له البنية. يعني النهاردة لما يجي اطلب من موظف انه يفحص هذا العدد الهائل، طب ما هو ده في شبه استحاله. فاللي احنا بنعمله دلوقتي من ميكنه بيعالج هذا الامر من جذوره، لان النهارده خلاص مش محتاج ان هو يفحص كل هذا الامر. النهارده احنا بنغير من الحاجات اللي هنحكيها ونشرحها بعمق في المستقبل. احنا كنا زمان بنفحص كل يعني كل الموالين في المراكز الكبار، دلوقتي هنفحص بالعينه، هناخد عدد معين. خلاص احنا بنرجع نثق في الممول واللي بيقدمه، وده الاساس اللي في العلاقه اللي ما بيننا وما بينه. ففي امور كتير تنفيذيه تقدر تضمن يا فندم او تقدر تضمن للجميع انه ان شاء الله ما يقال سيتم متابعته. هختم في الكلمه دي او في الحقيقه قلته بحاجه مهمه جدا، ويمكن برضو يعني حضرتك بـ 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 بتخلينا نقول يعني كتير من التفاصيل اللي ممكن هنقولها الفتره القادمه اكتر من مره. احنا واحده من محاور المتابعه اللي احنا اقرناها في الخطه دي وفي الحزمه دي، ودولة الرئيس طبعا يعني كان داعم جدا ليها وفخامة الرئيس، هو ان احنا قلنا طب احنا النهاردة طرفين، احنا طرف المصلحة ووزارة المالية والممول، احنا هنجيب طرف ثالث محايد وهنعمل تقييم ذاتي كل 6 أشهر. طرف ولا من ده احنا هنتعاقد معاه، والطرف الثالث ده هيبقى بيريبورت او مثلا بيقدم تقريره بشكل بعيد خالص عن المصلحة، بحيث ان هو يبقى فيه قدر وهيبقى مبني على اساس الاستماع للممولين ورؤيتهم لما حدث وايه حجم النجاح وفين حصل نجاح فين حصل يمكن محتاج تركيز اكبر جدا. فده واحد من ادوات المتابعه اللي هنعملها، ان احنا نتعاقد مع طرف اخر يقدر يضمن ان هذا الامر. لما دولة الرئيس النهارده بيتكلم على البي ام اي او مؤشر مدير المشترين وبنقول بنتكلم عليه، ميزته الكبيره انه طلع من طرف محايد وطرف متخصص. نفس القصه، هنجيب طرف متخصص يعمل لنا تقييم دوري ويوضح لنا فين الحمد لله قطعنا شوط كبير قوي على الارض، وفين قطعنا شوط كبير قوي او فين محتاجين تركيز اكبر. فسؤال حضرتك في محله، لكن يمكن في التفاصيل ان شاء الله الفتره القادمه كتير من الامور تبان، لكن يعني هو بالظبط ده جوهر القصه، ازاي اللي احنا نقوله النهارده على الارض اكبر قدر من الممولين يشعر بيه في اكثر مده. مساء الخير. سؤالي لمعالي السيد وزير المالية. حضرتك دلوقتي أشرت فيما يتعلق بموضوع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة متناهية الصغر والحد شريحة 15 مليون جنيه، إن هيكون نوع من الإجراءات الضريبية المبسطة عليهم. احنا عارفين طبعا هما بيخضعوا لضريبة قيمة مضافة وفي ضريبة أرباح وضريبة على التوزيعات وبعض الرسوم الأخرى اللي أحيانا بتزيد عن 40%. هل في يعني مقترح بنسبة ثابتة ومحددة لهذه الأنشطة التي تقل عن 15 مليون جنيه، وما يزيد عن 15 مليون جنيه بالنسبة للشركات الأكبر يعني حجمها أعلى إيه اللي هيتم معها؟ كمان احنا يعني سؤال تاني فيما يتعلق بضريبة الدخل. يعني الفترة اللي فاتت بنعاني من معدلات التضخم مرتفعة، كانت وصلت لمستوى الثلاثينات والحمد لله دلوقتي تراجعت لمستوى 25%، وده أثر على القوة الشرائية لدخول الموظفين. هل في إعادة نظر لضريبة الدخل بوضع إعفاءات جديدة على الشرائح الأدنى دخلا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء والسيد الوزير على الدعوة الكريمة. هذا المؤتمر هام في لأنه يحقق
يوضح الاستراتيجية الشاملة لهدف رئيسي وهو يعني الثقة متبادلة ما بين المنتج والمستثمر والحكومة. السؤال هنا في ظل هذه الاستراتيجية الشاملة للسياسات الضريبية، هل هناك رؤية لاستقرار تشريعي؟ ده واحد. اثنين، التقييم المسبق هدفه منح المستثمر قدرة على تحديد فرصه في الربحية والتزاماته المالية مستقبليا. طيب، هل هناك حوافز للمستثمر الذي يدخل في الصناعة الخاصة به أو الاستثمارات الخاصة به نسبة طاقة نظيفة منخفضة الكربون؟ وسيادة دولة رئيس الوزراء تحدث عن 1.1 مليار استثمارات مصرية صينية، جذب استثمارات هيكون فيها طاقة ألواح طاقة شمسية. الأمر الثالث وهو المنح، السؤال الثالث، حضرتك تحدثت عن منح حوافز للملتزمين بالإيفاء بالتزاماتهم الضريبية، هل هناك حوافز أخرى تحفز المنتج أو المستثمر في إنتاج وطني بحيث يكون هذا المنتج قادر على المنافسة في السوق بأسعار أكثر قدرة على التنافسية؟ وشكرا. أحمد رضوان جريد حابي، ازي حضرتك يا دكتور؟ عندي سؤالين أتمنى أكون أقولهم بالوضوح الكافي. السؤال الأولاني هو مرتبط بالحوافز الضريبية اللي هي موجودة في قوانين تانية زي قانون الاستثمار. في مشكلة دايما بنسمعها يعني من حواراتنا مع المستثمرين إن هذه الحوافز إما مفتتة بطريقة لا يستطيعون الاستفادة منها أو غير واضحة أو لا تصل إلى الموظفين والتنفيذيين، فبالتالي دايما في معاناة في الاستفادة من هذه الحوافز. فإيه المناسب للتعامل مع الحوافز إذا كانت موجودة هم بيعترفوا بيها ولكن لا يستطيعون الاستفادة منها؟ السؤال الثاني مرتبط بالسعر الفعلي للضريبة. برضو في مشكلة رئيسية مرتبطة بإجمالي الأعباء المتسمى أعباء سيادية اللي بتحملها المستثمر، سواء بقى مرتبطة برسوم، بدمغات، بسعر ضريبة. هل في أي تصور لأن يتم تقديم حافز واضح في هذا البند أن الرقم الفعلي للضريبة يبقى أكثر وضوحا ويتم التحفيز من خلاله بدل تفتت الحوافز؟ شكرا جزيلا. شكرا يا رئيس. والله مجموعة من أسئلة ممتازة. طيب خلينا أقول كام حاجة يعني مرتبطة ببعض. إحنا لما بنفكر في حوافز بنفكر في حوافز يعني من شوية قلت حوافز مناطق حرة وصندوق النقد ودارة المالية الحقيقة لا، هو مش موضوع إن إحنا في الآخر هدفنا إيه. إحنا هدفنا إن يبقى عندنا مستثمر قادر على المنافسة زي ما قلت، عايز قادر يتوسع وشايف إن مصر مركز أو مكان جاذب للاستثمار. خلي بالك من حاجة، إن في حاجة دولية موجودة إنه المستثمر الأجنبي اللي بيجي بيشتغل في بلد لو ما دفعش الضريبة بتدخله في بلده، في البلد اللي بيشتغل فيها هيسحب بلده. فهو أساسا كده مش باصص على الحتة دي. إحنا مصممين نتكلم ونركز على الحتة دي، هي مهمة حاجات تانية، لكن بس أنا بس بوضح إنه خلينا نوجه الحوافز للحاجة اللي تعمل نقلة نوعية كبيرة جدا جدا. حضرتك سألت أو في من ضمن الأسئلة اللي سألت طب إيه الحاجات الأخرى أو بعض المشاكل اللي ممكن تكون مرتبطة بالحاجة بتقوله إنه ساعات بيبقى فيه تجزئة أو كده. ما هو نظام المقاصة مثلا يساعد جدا في هذا الأمر، إن هو ساعات بيبقى عنده إيه؟ بيبقى عنده مشكلة إن هو عنده رصيد في حتة وعنده مش عارف يستخدم هذا الرصيد لجهة حكومية أخرى. نظام المقاصة المركزي ده ما بنتكلمش على مصلحة الضرائب بس أو ما بنتكلمش على وزارة المالية، احنا حتى هنخليه يمتد لأمور أخرى. بدل ما يبقى هو النهاردة متأخر في أمور عنده مثلا فاتورة غاز بغرامتها، فبدل ما هو متأخر فيها أو بدل ما هو مش قادر يساعد، هيساعد جدا نظام المقاصة المركزي ده على أمور كثيرة أوي. أما بقى الحوافز غير الضريبية، فأنا عايز أوضح بعض الأمور. احنا النهارده يعني امبارح كنت بتشرف ان انا كمان بتكلم مع قطاع الاعمال او مجتمع الاعمال من خلال الامريكان تشيمبر او من خلال الغرفه الامريكيه، وكنا بنوضح بعض الامور. السياسه الماليه عموما وتوجيه دوله الرئيس لينا انه يبقى في قدر من المسانده الكبيره للقطاعات الانتاجيه والتصدير،
ويمكن خلال اسابيع السيد وزير الاستثمار يعلن بعض الامور اللي تكون مرتبطه ببعض النقاط اللي اثيرت اليوم. لكن عموما بشكل عام احنا عايزين نبقى المسانده اللي بنقدمها والحوافز او المبادرات تكون مرتبطه بحاجه واضحه جدا، مرتبطه بتحقيق اهداف حقيقيه. لانه في الاخر خلي بالكم انه احنا برضو في نفس الوقت هو الممول دوت هو المواطن المصري، ومن حق المواطن المصري يضمن انه تمويله دوت رايح في حتت بتحقق الغرض منها وليس رايح بهدف نيات. فاحنا النهارده هتلاقي كل نظم الحوافز اللي احنا بنعملها مؤخرا هي حوافز مرتبطه بتحقيق نتائج. هتلاقي مثلا استراتيجيه تصنيع السيارات اللي بدات تتفعل، ويمكن دوله الرئيس عارف ان مثلا احدى الشركات بدات الحمد لله حجم انتاجها من السيارات لاول مصر في مصر يزيد بشكل كبير قوي. دي نتيجه الاستراتيجيه اللي عندنا. لكن الاستراتيجيه دي ميزتها ايه بقى؟ ان انا بدي الحافز مع تحقيق ايه؟ النتيجه. مش بدي الحافز على احتماليه ان ازاي احصل النتيجه. فانا النهارده بقول له ايه؟ لما تنتج هذا الحجم من السيارات، ولما توطن بقيمه مضافه قد كده، ولما تصدر جزء منها، ولما تعمل يعني سيارات متوافقه مع المعايير البيئيه السليمه هتاخد الحافز ده. نفس القصه بنكررها في مبادره السياحه الاخيره اللي اطلقناها. مبادره السياحه بتخاطب انشاء الغرف عشان نقدر نلبي الطلب اللي موجود على المقصد السياحي المصري. اوحش حاجه يبقى عندنا طلب على المقصد المصري ان يبقى في حد عايز يجي مصر يزورها وان احنا ما عندناش غرف كافيه. فقلنا طيب هنعمل حافز كبير جدا نخفض بيه التكلفه على المستثمرين، لكن امتى يتاح؟ مع وجود الغرف دي، بحيث ان احنا نضمن انه الحافز ده بيتحقق. نفس القصه هتلاقيها بتتكرر في كثير من الحوافز اللي بنقوم بيها حاليا واللي احنا بنستهدفها. فبالعكس احنا حاليا يعني برضو كنا بنعرض على دوله الرئيس بعض المبادرات الاخرى اللي احنا عايزين نتوسع فيها الفتره القادمه، مرتبطه بان احنا نساعد الناس سواء المستثمر او حتى المواطن انه يتحول لطاقه نظيفه او طاقه اكثر نظافه واكثر واوفر ليه واوفر لينا كبلد. فاحنا ان شاء الله بصدد ان شاء الله ان احنا كمان نتجه لهذا الامر، لانه الحقيقه النهارده بقى في فرص والفرص متاحه وكله يستفيد منها المواطن والمستثمر. لكن ممكن يكون بيبقى ساعات في عبء طلع الاولى لان بيبقى في تكلفه استثماريه، فاحنا بنشوف ازاي نتدخل ببعض المبادرات اللي تضمن لنا هذا الامر. لكن دي الفلسفه عموما اللي موجوده، فهو فكره ان احنا نتعامل مع الامور. اما بقى تجزئه بعض الامور، ما ده بالظبط اللي احنا بنحاول نعمله في قانون في المنظومه الضريبيه الجديده للمنشات الصغيره. فكره انه احنا النهارده نتعامل مع كل انواع. احنا لما نوضح الامر ده خلال الاسابيع القادمه، ويمكن هنبتدي بهذا الامر الاسبوع القادم تحديدا، هتلاقوا ان احنا بنتكلم على كل انواع الامور، وهتلاقي فيه عفاءات كتيره جدا ليه. هتلاقي فيه عفاءات من حضرتك قلت ممكن العبء يصل للارقام، لا، هتلاقي ان هو فيه عفاءات مثلا من ضريبه توزيعات الارباح، من بعض الامور الاخرى، وهتلاقي ان فيه حتى شرائح مقطوعه واضحه جدا، وهتلاقي ان هو ممكن يقدم الامور على فترات بحيث انه حتى كسيوله تبقى موجوده. هتلاقي تفاصيل كتيره ان شاء الله لما نشرحها بتدي حضرتك هذا الانطباع، فبالتالي هيحصل له استفاده كبيره جدا جدا في هذا الامر، ويقدر يستفيد بشكل كبير من المنظومه اللي احنا بنطرحها باذن الله في فتره قادمه. طيب ناخد اخر مجموعه من الاسئله لو ممكن. اتفضل. شكرا معالي دوله رئيس الوزراء ووزير الماليه. سؤالي عايز ارجع لمساله الاقتصاد غير الرسمي. الحقيقة دي مش أول مرة بنسمع فيها عن استهداف الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في ظل النمو الكبير اللي لهذا القطاع. يعني أحدث تقرير طلعت عليه لوزارة التخطيط كان بيقدره 50% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، فدي نسبة كبيرة جدا. إيه الاختلاف المرة دي اللي هتقدمه الحكومة علشان تدمج هذا الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، خاصة أنه فكرة العقوبات والرقابة لم تسفر عن دمج هذا الاقتصاد غير الرسمي؟ فايه المحفز الجديد او ايه التوجه الجديد اللي هتقدمه الحكومه لتشجيع هذا الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج؟ شكرا. تفضلي. شكرا معالي دوله رئيس الوزراء على هذا اللقاء طبعا المفيد جدا على كل المستويات، وخاصه
المستوى الاقتصادي وتوضيح بعض الرؤى المهمة لما يحدث في مصر الآن. كنت عايزة أسأل حضرتك على هل في جديد بالنسبة للطروحات الحكومية، برنامج الطروحات الحكومية، لأنه طبعا من الأزرع المهمة للتنمية الاقتصادية اللي احنا بننشدها في مصر في الوقت الراهن. الحاجة الثانية، السؤال الثاني المعالي وزير المالية عن الأثر المالي على الموازنة العامة لهذه التعديلات، لأن طبعا طول الوقت عارفة أن موارد الدولة مهمة جدا برضو بالنسبة لحضراتكم، فكنت عايز أعرف الأثر المالي لهذه التعديلات. شكرا. دولة رئيس الوزراء، بالتأكيد هناك العديد من الملفات والنقاط الهامة حول الملف الضريبي والمتعلق بالاستثمار والمستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. معاليك فندم، ذكرت بأن هناك منظومة إلكترونية سوف يتم إطلاقها في هذا الشأن حتى تضمن يعني سير هذه العملية بشكل ميسر تماما. هل هذه المنظومة سوف تشمل، ما أهم النقاط التي سوف تشمل هذه المنظومة حتى تصل إلى الموظف الصغير والكل يكون على علم كامل بها حتى لا يتعثر المستثمر خلال إجراء هذه المشروعات، ومتى سوف يتم إطلاق هذه المنظومة؟ شكرا يا فندم. لا لا، اللي جنبه. طيب خلاص خلاص، ودي مش مشكلة. أنا مش هطول، بس عشان النقطة بتاعت الأثار الزميل الخاصة بالقطاع غير الرسمي، وطبعا مش أول مرة تربينا كلنا أن احنا بنطالب بإدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد. أعتقد سؤالي تحديدا في القصة دي، هتعمل إيه في مشكلة الثقة؟ يعني أنا هي مش قضية أنك هتدرب الموارد البشرية اللي موجودة عندك، إنما قضية نسق قيمي. يعني النسق القيمي اللي موجود عند عدد كبير من مش بس في الضرائب، يعني في قطاعات أخرى من الدولة وغير الدولة وغير القطاع الرسمي، يعني فيما يتعلق باستحلال أو طريقة التعامل لكسب الرزق، أو ده نسق قيمي التدريب مش هيحله. فهل في خطة للتعامل مع القصة دي؟ السؤال، الحاجة الأخيرة، أطالب إدخال التأمينات الاجتماعية في منظومة المقاصة المركزية. الجزء الأخير ده المعالي رئيس الوزراء، احنا النهاردة اتكلمنا عن السياسات المالية فيما يتعلق بالسياسات الضريبية. انا اتصور ان يبقى في استراتيجية كاملة، سياسات مالية متنوعة ضريبية والتحفيز قطاعات بعينها، وبالاضافة لسياسات نقدية في المجلس الاعلى، اكيد اللي انتم في تشاور بين بين الطرفين، السياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات الاقتصادية. اكيد هل في منظومة متكاملة او استراتيجية متكاملة هيتم الاعلان عنها كل في تخصصه؟ يعني وزير الاستثمار هيتكلم شوية، وسيادة المحافظ المركز المركزي شوية، وطبعا معالي رئيس الوزراء. ده سؤالي، شكرا. شكرا. خليني اجمع، انا حبيت بس اجمع مجموعة من الاسئلة اللي تخصني، وحبدأ بموضوع منجم السكري. المنجم طبعا زي ما حضراتكم سمعت حضرتك او تناقلت الصحف، ان هناك صفقة اتفاق تم ما بين شركتين. احنا مصر طبعا في عقد خاص بمنجم السكري، والعقد ده بيتضمن حقوق الدولة المصرية بمنتهى الوضوح، واحنا بناخد حصتنا بانتظام تام، وده مع احد الشركات الاسترالية اللي اعلن انها حصل نوع من الاندماج او الاستحواذ ما بينها وما بين شركة اخرى من جنوب افريقيا. بالتأكيد اللي انا عايز بس اطمن حضرتك فيه، مما يخص حصة مصر في المنجم دي، لا يعني لا يحدث عليها اي نوع من النقاش ولا الجدل ولا اي حاجة. ممكن ان ينظر اذا ما ثبت صحة هذا الخبر ان يكون ده استثمار اكتر جوه المنجم، وبالتالي يبقى حصة مصر ممكن هتبقى بتزيد. انا بأكد على هذا الموضوع، لكن في نفس الوقت نتيجة لان هذا الاتفاق او هذا الخبر اعلن ما بين شركتين، واحدة منهم شركة ليها الحصة فيما يخص الاسهم السكري، فوزارة البترول النهاردة في تواصل مع هذه الشركة لاستبيان التفاصيل كلها، وان شاء الله هيطلع بيان واضح من وزارة البترول بكل شيء. لكن اللي بأكد عليه وبطمن حضراتكم، حصة مصر دي مفيش ايا كان بقى اي نوع من التعاملات البينية ما بين الشركات، دي شيء مثبت وموجود ولا في يحصل فيه اي مساس. بالنسبة للطروحات، انا بأكد لحضرتك ان احنا مع مرور الوقت، احنا الحمد لله فيما يخص مستهدفات تحقيق جذب الاستثمارات والطروحات احنا ماشيين بصورة جيدة جدا. ويمكن
النقطة اللي قالها الصندوق النقد وأنا بقولها بمنتهى الشفافية في التقرير الثالث بتاعه، هو تساءل هل الدولة المصرية هتظل مستمرة في جديتها في موضوع هذا الموضوع وهتاخد الخطوات بالرغم من حالة عدم اليقين وحالة الاضطراب اللي موجودة النهاردة في الأسواق العالمية كلها. اللي أنا بأكد عليه إحنا مستمرين في هذا الموضوع وده سياسة ثابتة للحكومة، ولكن اللي بيحصل وده اللي أنا يمكن قلته المرة اللي فاتت إن إحنا كنا أعلننا عن عدد من الصفقات بعينها من أكتر من سنة نتيجة للظروف العالمية واللي حصلت، ابتدى يحصل إعادة ترتيب للأولويات وبرضو إخراج بعض الحاجات اللي إحنا شايفينها مش وقت مناسب الفترة دي إن أنا أطرحها وأدخل حاجات أخرى، وده هنعلنه قريبا إن شاء الله في خلال الفترة الجاية. لأن أذكر حضراتكم الموضوع أنا مش ببيع أصول، أنا بعظم استفادة من أصول الدولة، وبالتالي التوقيت المناسب ده بيبقى شيء مهم قوي، والمفروض أن أنا إزاي أحصل على أفضل سعر للدولة في هذا الشأن، وبالتالي مفيش أي شيء يمنع أن أنا أكون أعلنت عن حاجة أن أنا حبدأ أطرحها واجي النهاردة وأقول لأ ده مش وقت مناسب على الإطلاق أن أنا أطرحها، وبالتالي أنا ببرجئ هذا الموضوع وبدخل بعد يعني مجموعة من الأصول الأخرى، وده إحنا فعلا في هذه المرحلة بنعيد ترتيب هذا الموضوع وحنعلن عنه في خلال الفترة القادمة بإذن الله. الجزء اللي حضراتكم يمكن قلتوه الترتيب والتنسيق مع المجلس الأعلى أو المجلس سياسات مجلس تنسيق للسياسات النقدية والمالية، الحقيقة الحمد لله أعتقد بالنسبة للسياسة النقدية البنك المركزي، ويمكن مش المفروض أن أنا أتكلم عليها بالتفصيل، ولكن البنك المركزي الحقيقة بينفذ بنجاح شديد جدا السياسة النقدية فيما يخص استهداف التضخم. احنا اللي يعنينا هو استهداف التضخم لان هو ده اهم حاجة بالنسبة لنا، يوم ما التضخم ينزل وينزل لارقام كبيرة جدا الاقتصاد المصري وكل الضغوط اللي موجودة النهاردة هتبدأ انها يحصل لها انفراجة كبيرة جدا. يعني النهاردة نتيجة لارتفاع سعر الفايدة والتضخم النهاردة جزء من مخصصات الموازنة ليس بالقليل رايح لخدمة الدين وخدمة الفوائد، بمجرد ما هينزل هذه الارقام لارقام قليلة جدا هيبقى عندي المساحة كدولة ان انا أوجه الأرقام دي لاستثمارات والمشروعات كبيرة الدولة النهاردة محتاجاها، وبالذات فيما يخص سواء كانت حماية اجتماعية أو إكمال مشروعات تنموية، وبالذات في مشروعات ليها بعد اجتماعي وبعد شعبي للمواطن المصري. فبالتأكيد السياسة بيحصل، أنا عايز أقول لحضرتك، تنسيقات على مدار اليوم لا أبالغ، يعني على طول في تواصل يومي وفي اجتماعات أسبوعية مع السيد المحافظ والسيد وزير المالية وكل المجموعة الاقتصادية، واجتماع كل أسبوعين سواء للمجموعة الاقتصادية أو المجلس السياسات التنسيقية مجلس التنسيق للسياسات النقدية والمالية. زي ما قلت في بداية كلمتي هيبقى الأسبوع القادم أو اللي بعده على الأكثر هيشهد إعلان عن حزمة فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، عشان يبقى كله بنربطه مع الموضوع اللي يخص النهاردة اللي بنعلنه للسياسات المالية، ويبان انها حجم من الحزم المتكاملة اللي بنشتغل فيها كدولة مع بعضنا البعض. حدي الفرصة لمعالي الوزير انه ياخد الجزء اللي يخصه في مسألته. شكرا دكتور رئيس. يعني كان في كذا سؤال، مثلا نظام المقاصة والالكتروني هو الحقيقة مش هيبقى نظام مسموح فيه باي نوع من التدخل البشري، هو نظام اللي بيحصل فيه انه بيظهر الممول بيرجستر بيدخل يعني رقم تعريفي معين وبيخش وبيشوف شاشته بيبقى عارف ايه اللي له وهو اللي بيحدد يوجهها فين. فممكن يكون الشغل اللي هيتم ازاي نوجد آلية، وده عشان كده احنا خدنا وقتنا في اطلاقها، احنا ان شاء الله تبتدي من اول اكتوبر تفعل هذه، عشان كده بقالنا فترة بنبنيها، ان احنا كان فكرة الربط الكامل ما بين الجهات اللي داخله، ووارد جدا في المستقبل نزود الجهات، احنا بس عايزين قبل ما نعمل حاجة نطمن انها شغالة كويس وشغالة بإيجابية وعارفين ندقق هذه الأرقام. فهو حقيقة ما فيهاش عنصر بشري على قد ما كان فيها هو ترابط كامل ما بين المعلومات والبيانات، وفي الآخر الممول هو اللي بيخش وبيعرف إيه اللي له واللي عليه، وبالتالي يقدر حتى يعمل أي متابعة ممكنة، هو صاحب القرار وليس أي فرد في المنظومة. يعني فأنا عايز بوضح دي المنظومة الإلكترونية كاملة. الحقيقة إحنا لما جينا فكرنا في المرحلة الأولى دي من التسهيلات، إحنا ما بنتكلمش هنا على أي نوع من الاستهداف لأي إيرادات أو أي فقد خالص، إحنا بنتكلم هنا ده ضرورة إنه يبقى فيه بداية جديدة من وإعادة ثقة
ما بين الطرفين، ما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وما بين الممول ومجتمع الأعمال، وده أولوية إحنا جادين جدا فيها. أيا كان الأمر في هذا الشيء، ده يعني هدف أساسي بالنسبة لنا، وهدف حقيقي، وهدف إحنا صادقين جدا فيه، وإن شاء الله هنحققه بإذن الله، لأنه يعني بالنسبة لنا ده بالضبط الاستثمار. إحنا أكننا بنستثمر في مستقبل، بنستثمر في 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 قطاع الانتاجي في مصر، بنستثمر في 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 كل اصحاب الشركات والممولين اللي يقدروا ان شاء الله يعملوا حاجات كتيره جدا مع عودة الثقه. حضرتك كلمته في بعض الاسئله، ايه الجديد ايه الجديد، لا يعني، طب ازاي الثقه؟ الثقه دي ما بتبنيش بقرار ولا بحزمه بس، الثقه دي بتبتدي بالتنفيذ السليم وبالمتابعه الجيده وبمحاوله تصويب اي اخطاء. فهي قصه انه ده محتاج وقت وتأكيد، لكن احنا بنؤكد ان ده رغبتنا الحقيقية. لكن كمان عشان تحصل لازم كمان نبسط الامور، ولازم كمان نقول للناس احنا بنقفل بعض المشاكل القديمة جدا واللي كانت يعني مكبلانا كلنا وقتا ومجهودا وتكلفة، وكمان بنقول له يعني حضرتك احنا بنبتدي صفحه جديده وتعالى، ودي منظومه كامله وخلاص، مش هنبص بقى على حاجه تانية ولا هنرجع لورا ولا هنفتح حاجه، احنا بنبتدي معاك صفحه جديده. فهيبقى في شرح كافي يعني ان شاء الله لكتير من التفاصيل، لكن في الاخر لازم تبقى منظومه بسيطه واضحه متكامله فيها قدر من المتابعه الجيد، وفيها اقل قدر من التدخل البشري، ودي ان شاء الله بالضبط الوصفه والملامح اللي احنا بنطلقها في منظومة المنشآت الصغيرة. الاقتصاد غير رسمي اقتصاد كبير جدا، وعلى فكرة التعامل مع واحدة من الأسباب ان الاقتصاد الرسمي ان انت تجذبه، ان انت تتعامل معاه بأفكار كتيرة متنوعة، لان هو مش حاجة واحدة، هو مجموعات مختلفة جدا. لما يكون حاجة بتقوله ان في تقديرات بتقول 50% او اقل او اكتر ايا كان، ان بنتكلم على كائنات متنوعة، في الكبير وفي الصغير، في الصغير قوي وفي المتوسط، وفي اللي ممكن يكبر، وفي اللي ممكن يكون شغال بطرق تقليدية، وفي اللي ممكن يكون متطور. فاحنا هنحاول نوجد حاجة متكاملة تجذب جزء من هذا الامر، لكن في الاخر هو عمل جماعي، وان شاء الله ان احنا نتحرك لقدام وان يبقى في ثقة، دي اكتر حاجة تجيب لنا اكبر قدر من الممولين واكبر قدر من المستثمرين، ان هم يبقى عندهم رغبة ان هم يلتزموا ويبقى إضافة للاقتصاد وإضافة ليهم إن شاء الله. إحنا الحقيقة يعني بنختار السنة اللي هنرجع لورا ونقفلها، ويمكن أو نحاول نحد من كل النزاعات، وأنا هنا بتكلم على كل أنواع الملفات الضريبية، ما بتكلمش على نوع معين ولا على نشاط معين. فإحنا إن شاء الله بإذن الله يعني الأسابيع القادمة هنعلن بالضبط هذا الأمر بتفاصيله، لكن احنا بنقول هيبقى في نظام واضح جدا ان احنا بنجر الخط وبنقول هنبتدي صفحة جديدة، والقديم ده نجد له آلية، لان احنا حافز كبير قوي ان احنا نقفل هذه الملفات بشكل يسمح لنا ببداية جديدة زي ما قلت، وان احنا يبقى عندنا القدرة البشرية والقدرة والوقت والجهد والامكانيات ان احنا نبص لقدام. فان شاء الله هدفنا المستقبل بإذن الله. طيب انا بشكر حضراتكم، ويمكن انا حابب ان انا اكد على اللي قاله معالي وزير المالية. الهدف للحكومة هو فتح صفحة جديدة مع قطاع الممولين او قطاع الخاص كله، بهدف تحقيق طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي المصري. اللي احنا النهاردة بنتكلم فيه ازاي نبسط اجراءات، ازاي نحفز الناس على مزيد من الاستثمار وتشجيعهم لتقوية الاقتصاد المصري، ازاي اقفل كل الملفات القديمة. ويمكن هذه النقطة معالي الوزير يعني احنا هنعلن سنة بعينها اي ملفات قديمة قبلها هيتم تسويتها بطريقة بآلية معينة عشان نقفل هذه الملفات، ويبقى بعد كده خلاص احنا بنتكلم على صفحة جديدة. هو ده اللي هيبقى بيعلن بالتفصيل بهذا الكلام، وهتبقى آلية التسوية بتاعت الضرائب دي بشكلها ايه. احنا لما بنقعد مع كل الممولين ومع كل القطاع الخاص، هو بيقول ان احنا مصر، انا عايز اكد لحضراتكم، القيمة الضريبية نفسها اللي موجودة في القوانين هي قيمة معقولة جدا 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 بالنسبة لكل الدول المحيطة. يعني مصر بالضبط في نص الجدول، يعني لما نيجي نبص على رقم الضريبة او قيمة الضريبة نفسها، ده رقم معقول جدا، وبيقولوا احنا بالعكس احنا ما عندناش اي مشكلة في قيمته، هي مشكلة في التطبيق،
وآليات التطبيق ازاي، وازاي بتتحسب الضريبة، وعلى اي اساس، وازاي مصلحة الضرائب بتقيم هذا الموضوع. هي دي المشكلة الحقيقية اللي دايما بتسمعها في كل الاجتماعات، وهو ده اللي السيد وزير المالية بيستهدفه. ازاي تبقى فيه ادلة واضحة بقول له انا بحاسب ازاي، ازاي الكلام ده بيتعمل، وما يبقاش بيترك، انا اسف، للاجتهاد من اي موظف. ما يبقاش موظف في مأمورية بيقولها بطريقة وموظف في مأمورية تانية بيقولها بطريقة تانية. بالعكس، هتبقى هناك ادلة واضحة الممول نفسه عارفها قبل ما الموظف يكون يعني يقول له لا ده طريقة الحساب بهذا الشكل. هتبقى حاجات مكتوبة ومنشورة وواضحة والكل بيحاسب عليها. انا بشكر حضراتكم واسفين اذا كنا اطلنا على حضراتكم، ومرة اخرى برحب بكل رؤساء التحرير اللي شرفونا النهاردة، وان شاء الله نأمل بوجودكم معنا في الفترة القادمة بإذن الله. شكرا لحضراتكم.